كابتن اجابات برضو سريع عشان الوقت فاضل 5 دقائق. فتوحه كابتن وتراجع مستواه، يعني شايف انه فتوح يعني ايه حتى الان انه برضو فتوح الناس منتظره منه اكتر من كده في نادي الزمالك؟ يعني فتوح وزيزو دايما الناس كانت بتعتبرهم الاعمده الرئيسيه مع الفريق. لا هو فتوح بقاله فتره الامور مش احسن حاجه، خصوصا الماتشين النهائي، الماتشين النهائي، لكن بعد الماتشات التانية هتلاقي كان الامور متظبطه. يعني امبارح انا عجبني امبارح في الماتش، مش كان ماشي بشكل كويس في الماتش، والماتشات اللي قبل كده في الدوري برده ما كانش وحش فيها، لكن هو الماتشين بتوع النهائي دول مؤثر، حاجات الماتشات المؤثره. ما كانش احسن حاجه. هو فرق مع الزمالك في الماتشين، كمان فرق مع الزمالك في الحته الهجوميه وفي الحته الدفاعيه في الماتشين. كان الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا في الجبهه ديت، كان لعيب عنده سرعات ولعيب رخم شويه زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده، الفحلي ده، يوسف الفحلي، ارهقه بشكل كبير، بس هو ما كانش احسن حاجه في الماتشين. لكن هو فتوح من اللعيبه الكبيره في المكان دوت، ولازم يقف مع نفسه واقفه ويرجع يشوف، لازم يظبط اموره بشكل كبير في الحته دي. شيكابالا اعلن ان هو اخر موسم ليه الموسم المقبل مع نادي الزمالك، هل انت شايف انه ان الاول لشيكابالا ان يستريح، ولا الافضل انه شيكابالا يكمل تاني لسه في نادي الزمالك باعتباره قائد داخل الملعب او خارج الملعب؟ هو اكتر واحد يحدد الحته ديت، وهو حددها خلاص. هو قال انا اخر موسم بالنسبه لي الموسم الجديد، وانا شايف ان الامور عاديه جدا. طب يعني اعلانه دلوقتي، هل كان يتردد انه بعض الناس ان هو جوميز يعني رفض استمراره، هل اعلان ان هو دلوقتي ان هو يعني خلاص انه ده اخر موسم كحل يعني مثلا خلاص؟ لا هو احنا عارفين ان هو شيكابالا جدد من فتره، يعني احنا الناس كلها عارفه الموضوع دوت وعارفه اللي هو جدد. هو كان في لغط بس في الناس وبتاعه، وبعض الناس طلعت تهاجمه الفترات اللي فاتت واتكلموا عليه، فهو بيوضح للناس. وانا شايف ان الامور دي موجوده في العالم كله، ان اللعيبه الكبيره تقدر تكمل وتقدر تشتغل. وانا شايف ان شيكابالا كان حل من حلول نادي الزمالك في بعض الماتشات اللي هو بينزل وممكن يعمل اهداف، ممكن يجيب اهداف في عز ان الزمالك كان عنده مشكله في السكواد وفي حته الونجات كمان خصوصا. يعني دكتور وليد، برضه نادي الزمالك محتاج ايه؟ وانت هل انت مع فكره خلاص يعني شيكابالا اعلن اعتزاله، انه خلاص شيكابالا قدم ما عليه لنادي الزمالك والافضل ان هو يتجه سواء للتدريب او للنواحي الاداريه؟ بص، في لعيبه بيكون من الصعب على حد انه يقرر لهم مصيرهم. المستوى او الوضعيه اللي فيها شيكابالا، راجل ايكون واسطوره في نادي الزمالك، السنه دي ما كانش سيء. يعني السنه دي الحقيقه كان ليه دور مؤثر في ماتشات كتير جدا، وكان ليه اهداف وكان ليه اسيستات مؤثره مع نادي الزمالك. ممكن ما يكونش قادر انه يلعب المباراه كامله لاسباب بدنيه، بس في الاخر المدرب الذكي اللي يعرف يستفيد منه، غير دوره كقائد. هو الحقيقه بقاله موسمين ثلاثه شيكابالا يعني مختلف تماما عن شيكابالا اللي كنا نعرفه زمان، قمه في الانضباط، بيلم مشاكل الفريق، حتى لما بيتصدر بعض مشاكل من نادي الزمالك في الميديا، شفنا القصه بتاعته مع زيزو ازاي قدر يلمها بذكاء هو وزيزو بعد كده. فالامور بعد ما كان في ممكن بالونه تنفجر في اوضه الملابس، فجاه بقى الموضوع ايجابي، وكل اللعيبه بقت اتعاملت مع الموضوع بعد كده بشكل يعني اثر ايجابيا على نادي الزمالك، وحول الازمه لتاثير ايجابي. الزمالك محتاج كتير. الزمالك محتاج مبدئيا على الاقل 3 محترفين على اعلى مستوى، منهم راس حربه وجناح شمال، لازم يكون الصفقتين دول موجودين، ولاعيب تاني ممكن يكون بقى في وسط الملعب، لاعب 8 مثلا تقيل، يكون لاعب من شمال افريقيا، لاعب عربي، مع سيف الجزيري، مع حمزه المسلوسي، لانه في الاخر المحترفين اللي على ليفل او في ليفل عالي هم اللي يعرفوا يشيلوا الزمالك. طبعا بيصنعوا الفرق. خلينا برضو اخر سؤال يكون عن مرتبط بالمنتخب. كابتن حسام حسن، اتكلمنا عن اكثر من يعني بعض الامور زي التشكيل، وناس اتكلمت على موضوع النادي الاهلي والكابتن صلاح، هل الكابتن حسام حسن هيتجاوز كل الازمات دي ونشوف ان هو يعني ما الاخبار تصدر عن المنتخب اخبار كلها ايجابيه وان شاء الله مطمئنه للاستعدادات للماتش الجاي بوركينا فاسو، ولا هنبدا برضو في تسريبات عن ان هو بعض الخلافات والازمات؟ تتوقع ايه المعسكر المنتخب الفتره دي هيكون فيه ايه يا كابتن عيد؟ انا اتوقع الامور هتبقى ملمومه بشكل كبير جدا، مفيش مشكله. وتصريحات كابتن حسام اخر مره عن صلاح تصريحات ايجابيه، انا شايف اللي هي ايجابيه، وعودته عودته للمعسكر، شايف ان الامور هتبقى هاديه جدا. وصلاح كابتن منتخب مصر،
ايقونه زي ما كابتن حسام برضو ايقونه وهو لعيب، ونتمنى له التوفيق وهو مدرب ويقدر يلم الامور ديت. واحنا كلنا بنساند اكيد المنتخب وبنحاول ونتمنى ان الامور تبقى هاديه بشكل كبير جدا في معسكر المنتخب، والاخبار الايجابيه هي اللي تطلع، ونبطل نصدر الاخبار السلبيه. طبعا ان شاء الله نتمنى ان الاخبار ما تجيش السلبيه عشان احنا نتكلم فيها، ان كل الاخبار اللي تجينا من المنتخب تكون ايجابيه، لانه مفيش حد يتكلم عن خبر سلبي الا لو كان موجود، محدش يقدر يتجاهل لو في خبر سلبي مش هنناقشه. كل التمنيات ان شاء الله للمنتخب الوطني بالتوفيق في مباراتنا المقبله، وان شاء الله يكون الامتداد للانجاز اللي حققه النادي الاهلي والزمالك. كل الشكر كابتن احمد عيد، وبالتوفيق ان شاء الله كابتن مع المحله، وان شاء الله كده في تفاؤل ان شاء الله النادي المحلي يعني يستحق المكان، يستحق الجمهور العظيم، وتحت قيادتك كده ان شاء الله نشوف فريق متميز الله. في الدوري ان شاء الله. ان شاء الله متشكر جدا، ومتشكر للدكتور وليد. كل الشكر لك يا دكتور وليد. كل الشكر لمتابعي بوكس تو بوكس، ان شاء الله غدا مع الاستاذ محمد شباني يوم جديد. شكرا لمتابعتكم.